عند حالة الهايبوثايرويدزم. الهايبوثايرويدزم نقصد بها هي decline of the thyroid hormone secretion، وقلنا نستعمل مصطلح الكريتينيزم إذا كان عندنا الديكلاين بالثايرويد هرمون سكريشن بالنسبة للتشلدرن، والميكزويدما إذا كان عندنا الأدلت. تنقسم الهايبوثايرويدزم إلى حسب المكان اللي بي ديفكت، لأنه تعرف أنه الثايرويد سكريشن يعتمد على الهايبوثالاماس، يعتمد على البيتويتري، ويعتمد على الثايرويد جلاند نفسها. فتنقسم الهايبوثايرويدزم إلى برايمري هايبوثايرويدزم، سكندري هايبوثايرويدزم، أند تيرشيري هايبوثايرويدزم. بالبرايمري هايبوثايرويدزم عندي الانترنسيك ديفكت يصير بالثايرويد جلاند، يعني الدمج هو بداخل الثايرويد جلاند او المشكله بداخل الثايرويد جلاند. ومن اسبابها قد يكون عندنا لو ايودايد ليفل. احنا نعرف انه الايودايد ليفل هو تقريبا 0.2 الى 0.4 مايكروغرام بير ديسيليتر، وشافوا انه الشخص يحتاج الى تقريبا 50 ملغ بير داي اوف ايودايد، فلهذا دائما يفضلون ينصحون الناس انه ياخذون الايودينايزد سولت، الملح اللي يحتوي على اليود. فالاشخاص اللي يعيشون بمكانات الاملاح مالتهم ما بيها يود فدائما يتعرضون الى حاله الهايبوثايرويدزم. واحده من الاسباب انه الهايبوثايرويدزم انه يصير عندي لو ليفل اوف ايودايد، او قد يكون عندي دامج بالثايرويد جلاند، يعني اما انه نسبه اليود قليله او عندي دامج بالثايرويد جلاند، مثلا بحاله الهوزوموتس ثايرويدايتس. الهوزوموتس ثايرويدايتس هي عباره عن اوتو اميون ديزيز. هذا الاوتو اميون ديزيز ات از كاركترايزد باي ذا فورميشن اوف انتيبوديز اجينست ذا ثايرويد بيروكسيديز انزيم. تعرف ان الثايرويد بيروكسيديز انزيم هو مهم حتى يحول لي الايودايد الى الايودين، وهذه الخطوه هي مهمه بعمليه الايودينيزيشن. فمرات بالهايبوثايرويدزم وحده من اسبابها انه قد يكون الايودين ابتيك يكون قليل. السبب الثاني انه قد يكون عندي اوتو اميون ديزيز، بحيث يكون عندي انتيبودي يهجم على ثايرويد جلاند، وهذا الانتيبودي اللي يهجم على ثايرويد جلاند هو انتي بيروكسيديز انتيبودي، انتي ثايرويد بيروكسيديز انتيبودي. هذا الانتي ثايرويد بيروكسيديز انتيبودي يشتغل على كانتيبودي على البيروكسيديز انزيم، واذا تكون هذا الانتيبودي بداخل الجسم كنوع من الاوتو اميون ديزيز تصير الحاله اسمها الهوزوموتس ثايرويدايتس. لما نجي على اللاب تيست نشوف انه الشخص اللي عنده هايبوثايرويدزم برايمري هايبوثايرويدزم يكون نسبة التي 3 والتي 4 قليلة، لكن التي اس اتش عالي. ليش؟ لانه هذا الشخص الهايبوثالاموس اعتيادية والبيتويتري ايضا اعتيادية، لكن المشكلة وين عنده؟ المشكلة انه عنده الثايروكسين سكريشن قليل. فلما يروح يسوي لنا الثايرويد بروفايل، هو بالثايرويد بروفايل شو يسوي؟ يسوي التي ار اتش والتي اس اتش والتي 3 والتي 4، يشوفون انه نسبة التي 3 والتي 4 بالبلود تكون قليلة لكن التي اس اتش عالي، فهذا معناته انه هو عنده برايمري هايبوثايرويدزم. هذه البرايمري هايبوثايرويدزم من اسبابها اما تكون نتيجه اللو ايودين ابتيك، فبهذه الحاله انه ممكن انه نعطي علاج، وايضا ننصح انه ياخذ الايودينايزد سولت، او قد تكون نتيجه هوزوموتس ثايرويدايتس. حتى اعرف انه الشخص هو عنده هوزوموتس ثايرويدايتس يسوي له تحليل ثاني هو الانتي بيروكسيديز انتي بودي، فيشوفون نسبه الانتي بيروكسيديز انتي بودي اذا كانت عاليه معناته انه هذا الشخص عنده اوتو اميون ديزيز وعنده هوزوموتس ثايرويدايتس ويحتاج الى علاج من نوع خاص. واذا لا فيشوفون نسبه اليود بالدم، فاذا كانت نسبه اليود بالدم قليله فقد يكون الهايبوثايرويدزم نتيجه اللو ايودايد ابتيك، وهنا ممكن انه ينطوا الديتري دوز اوف ايودين يعني ياخذ الكميه الغذائيه اللي يحتاجها، لانه الايودين اذا مرات ينطي بجرعه عاليه وجرعه واطيه ينطي بجرعه واطيه للهايبوثايرويدزم. السكندري هايبوثايرويدزم هنا المشكله حتصير عندي بالبيتويتري جلاند، بحيث انه البيتويتري جلاند بيها في الديفكت ما تطلع التي اس اتش نتيجه وجود مثلا بيتويتري ادينوما، وجود بيتويتري دامج. فبهاي الحاله التي اس اتش ليفل يكون قليل. طبعا اذا التي اس اتش ليفل قليل فاكيد انه التي 3 والتي 4 ليفلز هم تكون قليله، لكن بهاي الحاله عند التي ار اتش ليفل عالي.
التيرشري هايبوثايرويديزم المشكله هنا هي بالهايبوثالاماس، فالديفكت يكون بالهايبوثالاماس، فهنا بهاي الحاله يكون عنده لو ليفل اوف تي 3 وتي 4 وتي اس اتش وكذلك التي ار اتش. فهسه احنا لما نجي على احنا عندنا العوامل المهمه بالثايرويد سكريشن هو الهايبوثالاماس والبيتويتري والثايرويد جلاند. فبالهايبوثايرويديزم المشكله اما تكون بالثايرويد جلاند وهذا يسموها بالبرايمري هايبوثايرويديزم، او المشكله تكون بالانتيريور بارت بالبيتويتري جلاند وهي هاي السكندري، او المشكله تكون بالهايبوثالاماس وهذا يسموه بالتيرشري. البرايمري هايبوثايرويديزم تحدث اما انه يكون عندي نقص باليود او انه يصير عندي اوتو اميون ديزيز بحيث انه يطلع انتي بودي ضد الثايرويد جلاند مثلا بحاله الهوزوموتوس ثايرويدايتس. السكندري الميزه مالت انه يصير عندي الدمج بالبيتويتري جلاند، او تيرشري يصير عندي دمج بالهايبوثالاموس. بالبرايمري هايبوثايرويديزم يكون عندي نسبه التي 3 والتي 4 قليله، يعني الجسم ما يستجيب، فدائما ما يستجيب للتي اس اتش، فدائما عند التي 3 والتي 4 قليله. اذا كانت التي 3 والتي 4 قليله فطبعا حيصير عندي ديفكت بالفانكشن مال الثايروكسين، ويصير عندي ديفكت بالنيجاتيف فيدباك. فباللاب تيست شو يصير عنده؟ نشوف انه نسبه التي 3 والتي 4 قليله بالبرايمري هايبوثايرويديزم، لكن عند التي اس اتش عالي والتي ار اتش عالي. ما يكون عند التي اس اتش عالي، التي اس اتش حيحفز الخلايا مال الثايرويد جلاند انه تتكاثر فيصير عنده جويت. هاي البرايمري. السكندري لا، الدمج هو وين يصير؟ مو بالثايرويد جلاند، يصير بالبيتويتري جلاند. فمن يسوي له التحليل يشوفون انه التي 3 والتي 4 قليل، ويشوفون ايضا التي اس اتش ايضا يكون قليل. اذا التي اس اتش قليل ويا التي 3 والتي 4 يعني هذا الشخص عنده سكندري هايبوثايرويديزم. هذا الشخص ما يكون عنده جويتر، يعني عنده هايبوثايرويديزم بس without جويتر. ليش؟ لأنه اصلا ما عنده تي اس اتش اللي يحفز التكوين يحفز البروليفريشن اوف ذا ثايرويد جلاند. بالنسبه للتيرشري الدمج صاير بالهايبوثالاموس، فالهايبوثالاموس بعد ما تكون تي ار اتش، وبالتالي من يجون يسووا له التحليل يشوفون انه التي ار اتش والتي اس اتش والتي 3 والتي 4 كلها تكون قليله. هذا بالنسبة للهايبوثايرويديزم. التريتمنت مال الهايبوثايرويديزم احنا نعتمد دائما بالهرمون ريبليسمنت ثيرابي، اما انه ينطون الثايروكسين او يسموه ديفوثايروكسين التي 4، او ينطون اللايوثايرونين. طبعا اللي الجسم اللي يتحمله بشكل افضل يكون بيتر توليريتد هو الثايروكسين، البوتنسي مالته اقل والهاف لايف مالته تكون اعلى. بعض الحالات ينطون combination of T3 and T4، المفضل هو T4، لكن بعض الأحيان ينطون combination هو T3 و T4. نلاحظ أنه T4 is given once daily، احنا نذكر أنه T4 الهاف-لايف مالته تكون أطول، فهي وتعتمد الهاف-لايف مالته على الحالة هل هي euthyroid, hyperthyroidism or hypothyroidism. فالستيدي ستيت مالتها تكون دائما نحصلها بعد 6 إلى 8 أسابيع. ليش 6؟ لأن احنا دائما نوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن بعد 5 هاف لايف. احنا إذا الهاف لايف مالتنا مثلا الشخص هو عنده hypothyroidism فالهاف لايف مالتها توصل إلى 14 في 5، فتقريبا تحتاج إلى 6 إلى 8 أسابيع حتى توصل أعلى شيء 14، يقول 7 إلى 14، فيحتاج مرات 6 إلى 8 أسابيع حتى يوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن. يعني معناته أن الثايروكسين أكشن تيكس لونجر بيريود أوف لونجر أونست أوف أكشن، يعني الأونست مالته يكون طويل. ليش؟ لأن الهاف لايف مالته أصلا هي طويلة، وخاصة عند الأول هايبوثايرويديزم الهاف لايف مال الثايروكسين تكون أطول، فلهذا نشوف أنه حتى يوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن يحتاج إلى فترة أطول. الثايروكسين shouldn't be administered concomitantly with antacid, shouldn't be given also with enzyme inducers. يعني نعرف أنه إذا أعطينا antacid وياه فهذا يقلل الأبزوربشن، وإذا أعطيناه ويا الميل خاصة إذا كانت rich in calcium أيضا قلل الأبزوربشن مالته.
ايضا لازم من تعطي الثايروكسين طبعا اول شيء لازم تقول له ما ياخذها ويا البريكفاست، لازم ما ياخذها ويا الالومنيوم كونتينينج سولت، وشوف بالوصفه خاص اكو انزيم انديوسر او انزيم انهبيتر، وايضا نلاحظ عندهم بعض الملاحظات عن التوكسيسيتي. التوكسيسيتي طبعا تكون دايركتلي ريليتد تو ذا تي 4 ليفل، ومن علامات التوكسيسيتي مال التي 4 هي النيرفوسنس، الهارت بالبيتيشن، التاكيكارديا، اند انتوليرانس تو هيت، اند ان اكسبلايند ويت لوس. يعني العلامات هي نفس علامات الهايبرثايرويديزم، يصير عنده نيرفوسنس، يصير عنده هارت بالبيتيشن، يصير عنده ان اكسبلايند ويت لوس، ويصير عنده انتوليرانس تو هيت، ويصير عنده زياده بالهارت بالبيتيشن اند تاكيكارديا. انتوليرانس تو هيت هي هاي علامه فارقه بالتوكسيسيتي مال الثايروكسين، علامه فارقه طبعا. يعني علامات الهايبوثايرويديزم هي بالعكس، يعني هو نيرفوسنس بالعكس يكون ويك، بالهايبو هو عنده هارت بالبيتيشن، هو دائما عنده بريديكارديا ابو الهايبوثايرويديزم، وتشوفه دائما فيل كول. لكن من يجي ياخذ الثايروكسين شنو العلامات اللي تطلع عنده؟ يجوز ويا زياده الليفل مال الثايروكسين، تعرف انه الثايروكسين الهاف لايف مالته بالابو الهايبوثايرويديزم تكون طويله، فبالتالي احتماليه التسمم بالثايروكسين عاليه، فممكن يصير عنده تسمم بالثايروكسين. هنا نشوف الاعراض تنعكس، يعني مثلا هو عنده هايبوثايرويديزم وياخذ ثايروكسين، صار عنده مثلا نيرفوسنس، بالبيتيشن، انتوليرانس تو هيت، يعني شوف ما يتحمل حار، ان اكسبلايند ويت لوس. فهذا معناته شنو؟ معناته انه قد تكون الليفل مال الثايروكسين يكون عالي، فيحتاج الى دوز ادجستمنت. Thank you very much.